السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو فغنشوفوا الطريقة لمعرفة نتائج البكالوريا بالنسبة لهذه السنة إن شاء الله، وغنشوفوا كيفاش تعرفوا النقاط اللي حصلتوا عليها في كل مادة من المواد اللي دوزتوا فيها في الوطني. إذا خليكم معنا حتى الأخر باش تعرفوا الطريقة، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تدعموا القناة بالتعليقات وباللايكات، وأيضا الناس اللي كتشوفوا القناة لأول مرة ما تنساوش تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. اذا كيف ما كيعرف الجميع فالنتائج البكالوريا فسوف يتم الاعلان عليها يوم 15 من هذا الشهر ان شاء الله، اي يوم الثلاثاء في منتصف الليل، يعني يوم الثلاثاء ان شاء الله عند منتصف الليل فسوف يتم الاعلان عن نتائج البكالوريا عبر موقعين، يعني هناك طريقتين لمعرفة نتائج البكالوريا. قبل ما نعرفوها الطريقتين فكنتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق لجميع مترشحي ومترشحات البكالوريا لهذا السنه ان شاء الله. اذا على بركه الله نبتدئ. بالنسبه للطريقه الاولى فهي الدخول الى الموقع bac.mem.gov.ma، اذا كندخلوا لهذا الموقع bac.mem.gov.ma، ولكن هذا الموقع هو فقط كيعطينا النقطه النهائيه لامتحان البكالوريا، يعني كيعطينا النقطه النهائيه وكيعطينا هل تم اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح ام لم يتم اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح. اذا كندخلوا لهذا الموقع bac.mem.gov.ma او كنمشيو لمحرك البحث جوجل كنكتبوا bac.mem.gov.ma ثم كنمشيو الولوج الى نتائج امتحان البكالوريا، ثم كندخلوا لهذه النافذه هذه كنكتبوا الرمز ديال المسار ديالنا، الرمز ديال المسار اللي عندي في النتيجة، ثم كنضغط على جو نو سوي با ان روبو، ومن بعد فكنضغط على بحث، من بعد كنضغط على بحث فيتم البحث عن النتيجة. إذا هذا الموقع لم يتم فتحه لأن نتائج البكالوريا لم يتم إعلان عنها بعد. إذا فاش غيتم الفتح ديال هذا الموقع فعندما غنضغط على بحث غيطلع لي بحال هاد النتيجه هادي، غيطلع لي هاد النافذه هادي فيها هل تم مثلا تم اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح، وغيعطيني النقطه النهائيه المحصل عليها فقط. اذا هنا ما غيعطينيش النقط ديال جميع المواد او النقط بالتفاصيل، النقط الجهوي زائد النقطه المراقبه المستمره والنقطه ديال الوطني والنقط ديال جميع المواد التي قمت باجتيازها في امتحان الوطني، لا فقط سوف يعطيني النقطة النهائية. إذا إلا بغيت النقط بالتفاصيل فكنمشي الموقع الثاني وهو موقع تعليم.ma، إذا كنمشي نفس الطريقة جوجل تعليم.ma أو كندير أوفيس 365، إذا أوفيس 365 ومن بعد فكندير تسجيل الدخول إلى أوفيس 365. إلا كنت ديجا داخل هذا الموقع ففقط كندير تسجيل الدخول، كيكون مازال عندي الرقم مسجل او البريد الالكتروني مسجل كندير تسجيل الدخول. الى كان شي واحد ديجا داخل بالبريد الالكتروني ديالو بغيت انا ندخل بالبريد الالكتروني ديالي فكندير تبديل الى حساب اخر، مثلا غادي تبديل الى حساب اخر، ثم كندخل البريد الالكتروني ديالي الرقم ديال المسار، اذا هنا كندخل الرمز ديال المسار، من بعد اذا كندخل الرام ديال المسار اروباس البريد الالكتروني تعليم.ma تعليم مينيسكيل تعليم.ma، ثم كندير تسجيل الدخول، كنتوجد هذه النافذه هذه، ثم كندخل الرمز او الرقم السري ديال المسار اللي عطاوه لي في الاداره. اذا الى كنت لم اقم بتغييره، الى ما كنتيش بدلتيه فكتدخل الرقم السري اللي عطاوه لك في الاداره، والى كنتي بدلتيه فكتدخل الرقم السري اللي بدلتيه، ولا لقيتي شي مشكل فاما خصك تتصل باداره المؤسسه، يعني تمشي عند اداره المؤسسه باش يعطيوك الكود الجديد، او بامكانك تدخل الفيديو، راه واحد الفيديو عندي في القناه ديالي فكيشرح كيفاش نقوم بتغيير كلمه المرور او اعاده
كتابة كلمة المرور يعني بطريقة سهلة ومبسطة، فقط أنني كندخل الاسم ديالي بالفرنسية، ثم تاريخ الزيارة، ثم النقطة ديال المحصل عليها في الدورة الأولى، نقطة المراقبة المستمرة، ويتم تغيير رقم مسار أو الرمز السري لمسار بشكل تلقائي بدون الذهاب إلى إدارة المؤسسة. إذا هنا كندخلوا الرقم السري، قلنا إما الرقم السري اللي عطاوه لنا في إدارة المؤسسة الأول العام، أو الرقم السري اللي قمت بالتغيير دياله. إذا كندخلوا الرقم السري، ثم كندير سو كونيكتي، من بعد كنتوجه لهاد البوابة هادي، فين غنلقى النتائج ديال البكالوريا؟ خصني نلقاها في أوتلوك. إذا غنلقى النتائج البكالوريا في أوتلوك، كنمشي لهاد أوتلوك، هي اللي كيوصلوني فيها جميع الرسائل. إذا كنمشي لأوتلوك، ثم كنضغط على بواط ريسيبسيون. إذا غنلقى مثلا ميكروسوفت هو هاد الميساج مصيفطه لي النيابة أو مصيفطه لي وزارة التربية الوطنية. إذا من غيتم الإعلان عن النتائج ديال البكالوريا، فغيصيفطنا ميساج في البريد الإلكتروني ديالنا تعليم.ma، فغيطلع لي هو الأول. غنضغط على داك الرابط، غنضغط على داك الرابط، وغيتم توجيه مباشرة إلى النقاط المحصل عليها بالتفصيل. يعني غيعطوني النقاط المحصل عليها في كل مادة على حدة، النقاط ديال مواد الامتحان الوطني، ثم النقطة ديال الجهوي، ثم النقطة ديال المراقبة المستمرة، يعني المعدل السنوي ديال المراقبة المستمرة، والمعدل العام المحصل عليه، ثم الميزة. إذا فكنضغط على داك الرابط وكنتوجه باش نعرف النقاط المحصل عليها. الى ما لقيتش داك الرساله في لابواط ريسيبسيون، فكنمشي لاوتر وكنلقاها في اوتر. نفس الشيء، اذا كنضغط على داك الرساله اللي وصلتني من وزاره التربيه الوطنيه، وكنلقى جميع النتائج اللي حصلت عليها. اذا شكرا بزاف على التتبع ديالكم، والى عندكم شي اسئله كما كانت خليوها لي في كومونتير، وغنجاوبكم عليها في الحين ان شاء الله.